السلام عليكم. يتابع حاليا والي ولاية ميلا مشروع تاع إنتاج الصفائح المعدنية اللي يعد واحد من أكبر المشاريع لإنتاج الصفائح المعدنية في الجزائر، واللي يقع في بلدية واد سقان بإذن ولاية ميلا. و بدون إطالة خليكم تتابعوا هذه الخرجة الميدانية لوالي ولاية ميلا للوقوف على المشروع إذن تاع مركب إنتاج الصفائح المعدنية في ولاية ميلا. خليكم تتابعوا الفيديو والسلام عليكم. والله كنا شبعنا دمين حاول نشوف فورا ما في فلاشي الدنيا باش نعيطو تما بلون باش باش دراو على قولونا وسيزينا وسيزينا المينيسير تاعنا رابيدمون شو مع لي سافر ترونجاج نقولو مثلا من اللي نتحركوا معاكم بقولولنا بروبلم بالحركه عطينا ليست تاعهم حنا سي زيرو تو مينيسير سي زيرو لي زافي ترونجيت رابيد باش غادي بلي رابيد مو غادي يجاوبونا دكتور ولا خرج بحال الدوسي حتى هي دوك لا لا مش انت اللي بروميت لي اسمعني لا 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 نهضر معاه هذا اللي بروميت هو بروميت احنا اون فوا رياليزي سي تي بري بارتو لا 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 شوف انا كي ريبريزونتي عندي كل لي ذكر كل لي فيديو 129 بيرسون اكثر اي باش كون عبيد 129 بيرسون Si on arrive à conclure ce qu'on a proposé, c'est que quel disciple seul, quel besoin de marché, on va le satisfaire à 100%.
قلنا لهم بكم انتم وبين احنا اون فا كوبي لامبورتاسيون ديفينيتيفمون تاعهم شويه يفوك هذه دخلها في التجاره Non, c'est pas question de prix, parce que c'est une équipe, donc après, il faut qu'il va brancher une fois pour tout. C'est pas moi. Oui, je sais. Mohani, Il y a des gens qui ont fait des choses. الى ما نضروش المواطنين تاعنا نعطيهم بتيت كونتيتي ونزيدوهم عندنا دو فرج راهم مبلعين انا هضرنا مع رئيس البلديه الى يتمشوا في زوج واحد نعطيو المواطنين واحد نعطيو له ونتعرضوا كي ريغل ديفينيتيم سون بروبليم باسكو عندهم فرج وراه معود اون بروفوندور يروح جوسكا 200 ولا 250 ولا كيلقى الماء وريكوبر حنا نطيو الفرج تبقى درك عندهم مشاكل شويه في ما بينهم وما بين ماشي مشاكل كونتاكت ما بينهم بين الحجار حنا وباتات الانترميديير بعضهم بعض باش نلاقوهم باش يخرجوا لنا باسكو كي قلع هذا قلع الحجر سي لا لابورتاسيون دونك وهذه من الاهتمامات تاع كل السلطات العليا تاع الدوله باش البرودوي هذا يكون من عندنا ويخرج من عندنا.